تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتلبية احتياجات المواطنين والأهالي بمنطقة الحورة والقضيبية من الخدمات الصحية، افتتحت سعادة وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح مشروع التوسعة الجديدة بمركز الحورة الصحي. وفي مستهل الافتتاح قامت سعادة وزيرة الصحة بجولة في التوسعة الجديدة بالمركز والتي شملت كل من غرف الأطباء وأقسام المختبر والأشعة والصيدلية، كما اطلعت سعادتها على التجهيزات والمرافق التي تم إضافتها وتوفيرها لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمركز، بالإضافة إلى عقدها للقاءات مع كل من المرضى والمسؤولين ومتابعة الأهالي من المترددين على المركز الصحي في سبيل تنفيذ الخطط والمشاريع التطويرية بحسب الإمكانات والموارد المتاحة. هذا ويشار إلى أن توسعة مركز الحورة الصحي تجسد مدى الحرص والاهتمام الحكومي المقدم من القيادة الحكيمة بتلبية وتوفير مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين والأهالي من الخدمات الصحية ورفع درجة كفاءتها وتطوير جودتها نحو الأفضل. المركز صار في توسعة، والتوسعة شمل أن وسعنا أو بنينا قسم أشعة جديد، وسعنا قسم الصيدلية، مخازن أكثر، عيادات، غرف بحث، غرفة للبحث الاجتماعي، غرف للأطباء. في كذلك احنا طبعا وسعنا قسم المختبر، الحين قسم المختبر راح الى الطابق الثاني، مكان اوسع وفي مكان اوسع لسحب الدم. طبعا المركز كان فئة سي، الحين طبعا التصنيف صار فئة الف لان عدد السكان زاد، وفي نفس الوقت الخدمات زادت فيها. طبعا المركز حاليا يخدم 5 مجمعات صحية، 5 مجمعات، وهالمجمعات تخدم منطقة القضيبية ومنطقة الحورة. تكلفة المشروع حوالي 626 ألف دينار. وزيرة الصحة افتتحت التوسعة الجديدة لمركز الحورة الصحي، والتي كانت بناء على أمر صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي أمر ببدء التوسعة وتوفير لها الميزانية المناسبة. سمو رئيس الوزراء معروف عنه أنه حريص على تقديم أفضل خدمات المواطنين، أول أولويات دائما هو صحة المواطنين والخدمات الصحية، ودائما ما يسهل الأمور التي تتعلق بالصحة، وذلك من إيمان سموه بأن صحة المواطن هي أول أولويات الحكومة.